الحرب على الإرهاب. تحت هذا الشعار حرك نور المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق قواته قبل عام لفض اعتصام في مدينة الرمادي، تجمع فيه ممثلون لعشائر محافظة الأنبار، طالبوا فيه وعلى مدار عام كامل مع مواطنيهم في محافظات أخرى بإيقاف ما وصفوه بنهج الحكومة الطائفي إزاء المكون العراقي السني وإلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب. ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق المواجهات وتعمق لتصبح حربا مفتوحة، زحف بعدها تنظيم الدولة الإسلامية وتمدد في محافظات عراقية رغم تشكيل تحالف دولي للقضاء عليه. سوريا كالعراق، فمنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 صمت آذان نظام بشار الأسد وحكومته عن مطالب المتظاهرين بالحرية والديمقراطية، وتعامل معهم بوصفهم إرهابيين، فلم يجد المتظاهرون السلميون أمامهم إلا حمل السلاح للدفاع عن حرماتهم لمواجهة نيران قوات النظام وقمعها. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد خلف القتال منذ بدايته نحو 200,000 قتيل، في حين تتحدث المعارضة عن مقتل أكثر من 300,000، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ولا تعرف إلى الآن سبيل لتسوية الأزمة السورية. أتحدث إليكم في ظرف دقيق. أما في مصر فلم يرضي ترافق مناخ الحريات المقيد قبل 2011 مع سطوة الأجهزة الأمنية طموح أجيال جديدة تطلعت إلى دولة توفر العيش والحرية والكرامة لمواطنيها. وأعمت القوة الأمنية عين نظام دام في السلطة لثلاثة عقود عن رؤية المتغيرات في مكونات شعب قارب 90 مليونا. انهارت القوة أمام اندفاعات ثورة يناير وسقط رأس النظام، لكن جسم النظام بقي حتى انقلب على التجربة الديمقراطية الوليدة، رافعا شعارات الحفاظ على الدولة والحرب على الإرهاب في مواجهة من رفضوا تحركه في 3 يوليو 2013. أريقت دماء المئات في مجازر مختلفة، لكن يبدو أن سطوة الأمن لم تحقق استقرارا تاما في مصر. وفي ظل غياب أفق لحوار يسفر عن تسوية سياسية أو صيغة للتوافق بين كافة فئات ومكونات المجتمع، بدا خيار العنف جاذبا لأفراد ممن انخرطوا سابقا في الحراك السلمي المطالب بالتغيير. من العراق إلى سوريا ومصر وحتى اليمن، حيث عادت قوى النظام القديم إلى صدارة المشهد، تساؤلات عدة تثور عن أسباب انسداد أفق الحوار بين النخبة الحاكمة وقطاعات من شعوبها، وعن مآلات عدم تجاوب مع طموحات جماهير تطالب بدولة تقوم بإرساء قواعد العدل والإنصاف بين مواطنيها. سابق قواته قبل عام لفض اعتصام في مدينة الرمادي، تجمع فيه ممثلون لعشائر محافظة الأنبار، طالبوا فيه وعلى مدار عام كامل مع مواطنيهم في محافظات أخرى بإيقاف ما وصفوه بنهج الحكومة الطائفي إزاء المكون العراقي السني وإلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب. ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق المواجهات وتعمق لتصبح حربا مفتوحة، زحف بعدها تنظيم الدولة الإسلامية وتمدد في محافظات عراقية رغم تشكيل تحالف دولي للقضاء عليه. سوريا كالعراق، فمنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 صمت آذان نظام بشار الأسد وحكومته عن مطالب المتظاهرين بالحرية والديمقراطية، وتعامل معهم بوصفهم إرهابيين، فلم يجد المتظاهرون السلميون أمامهم إلا حمل السلاح للدفاع عن حرماتهم لمواجهة نيران قوات النظام وقمعها. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد خلف القتال منذ بدايته نحو 200,000 قتيل، في حين تتحدث المعارضة عن مقتل أكثر من 300,000، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ولا تعرف إلى الآن سبيل لتسوية الأزمة السورية. أتحدث إليكم في ظرف دقيق. أما في مصر فلم يرضي ترافق مناخ الحريات المقيد قبل 2011 مع سطوة الأجهزة الأمنية طموح أجيال جديدة تطلعت إلى دولة توفر العيش والحرية والكرامة لمواطنيها. وأعمت القوة الأمنية